ماذا لو تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 من الشهر الجاري، ونعلم أن المحكمة الاتحادية سمحت بفتح باب الترشح مرة واحدة فقط؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحية لك أستاذة وأستاذ المشاهدين. طبعا بالتأكيد يعني قرار المحكمة الاتحادية أو قرارات المحكمة الاتحادية المختلفة، منها ما يتعلق بافتتاح جلسة انتخاب أو التصويت على الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحضور الثلثين، يعني 220 نائب يجب أن تفتتح فيهم الجلسة، ويجب أن يكونوا متواجدين داخل الجلسة عند بدء التصويت برفع الأيادي على كل المرشحين واحدا واحدا. فإذا لم يحصل أي من المرشحين الأربعين على عددهم 40 على أغلبية الثلثين 220 صوت، ننتقل إلى الجولة الثانية بين أعلى الفائزين اللي يحصل على أعلى أو أكثرية الأصوات يكون رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين امام البرلمان. طبعا في حاله الاخفاق في ذلك هناك مده شهر هي متاحه وفق الماده 72 30 يوم حتى يتم بها انتخاب الرئيس كما تقول الماده 72 ثانيا من الدستور. ونعلم جميعا ان قرار بحث الاتحاد كان في 1/3 وفتح الباب للترشيح في 5/3، فيكون امامنا يعني مده 30 يوم اذا لم يتحقق باب الترشيح او النصاب في الجلسه القادمه. ممكن ان رئاسه البرلمان وفق هذا التفسير هذا المنطق الدستوري ان تؤجلها ترفع الجلسه، لكن لا يمكن ان تتجاوز 1/4. اذا تجاوزنا ذلك دخلنا في الاشكاليه الدستوريه وفي مخالفه قرار المحكمة الاتحادية اللي تحدثت عنه جناب السعد. نعم دكتور علي، في حال تم تمديد الجلسة هل هذا سيفتح باب الطعن بها أمام الاتحادية، وماذا أمام الاتحادية من خيارات في هذه الحالة؟ وهي هذه طبعا الفرضيات أستاذ مشكلة، يعني هذه الفرضيات يعني لا نتمنى أن تحصل لأنه ستدخل البلد في يعني نفق ليس في نهايته أي ضوء. لانه في حاله عدم انتخاب الرئيس هذا معنى ان الحكومه لن تتشكل، لان رئيس الحكومه رئيس الجمهوريه المنتخب امامه 15 يوم حتى يكلف مرشح الكتله النيابيه الاكثر عددا ووفق الماده 76، وامام المرشح 30 يوم حتى يختار الكابينه والمنهاج الوزاري. اذا لم يحصل ذلك والحلقه المهمه هي انتخاب رئيس الجمهوريه، طبعا بالتاكيد يعني سيتم الطعن في حال التمديد اكثر من 30 يوم امام الاتحاديه، بالتاكيد سيتم الطعن، وهنا سنكون امام مخالفه لقرار المحكمه الاتحاديه اللي قال بانه يكون فتح باب الترشيح مجددا لمره واحده فقط، قالت لمره واحده فقط. فهنا يعني رغم انه لا يوجد نص صريح بالدستور لمعالجه ذلك، لكن من صلاحيه المحكمه الاتحاديه ان تحل البرلمان يعني تدعو الى انتخابات مبكره في البلد. طبعا هذا وفق الطلب الذي يقدم لها من يعني من الطاعنين، اذا كان طلبهم من الصمت بهذا الاتجاه. هذه كما قلت استاذ هي احتمالات، لا نتمنى جميعا ان يصل البلد الى هذه المرحله. نعم، الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، شكرا جزيلا لك.